ان تاون اليوم بنخبركم وبنرجع بنذكركم بكل عروضات وكل خدمات كارت اي بروموسيون مع فادي شويري. اهلا وسهلا فيك. بونجور، كيفك؟ صباح الحمد لله. رح نشوف اكيد الكوليكسيون اللي موجوده عندكم. نرجع نذكر المشاهدين انه بيقدروا كمان يكونوا هن عم بيحددوا شو بدهم بالتحديد وشو هو التيم يلي بدهم اياه وكله بيتنفذ. اكيد نحن دائما نحن عندنا الاوبسيون. اكيد بعد الموديلات نحن مكملين بالموسم هالسنه، صار عندنا فوق ال 200 موديل موجودين بالشوروم الجديدة عم نحكي نحنا. أكيد نحنا أي ديزاين أي أيديا نقدر بنكملهم، هي بنطورلهم هي، حتى إذا ما حبوا ولا موديل من الموجودين بالشوروم عنا بكارتي بروموسيون فينا نطبقلهم فكرة يلي هن بيحبوها. لمثل ما نذكر دائما مع تطور الطباعة مع الماكينات الحديثة الموجودة عن كارتي بروموسيون صار فينا نعتمد مش بس الكرتون على الودين كارت، صار فينا نستعمل البلكسي، صار فينا نستعمل الصخر، صار فينا نستعمل انواع من خشب مع راوتينج مع انجريفينج، انواع عديده من الطباعه اللي بتجمل الكروت. واكيد ما ننسى كمان الموتيفات والورد والستراسات اللي بنقدر نستعملها تعطي رونق حلو للكارت اللي عم نعمله. رح نشوف اكيد بفيديو كل الكوليكسيون اللي موجوده، وهيك من الكوليكسيون الموجوده الاشخاص بيقدروا يكونوا عم يستوحوا لحتى هن يكونوا عم يعملوا اشياء لالهم او حتى يكونوا عم يلاقوا المطلوب، يعني لانه كوليكسيون كثير واسعه. صح، لا بالمبدا دائما بيلاقوا هن هدفهم، بيلاقوا هن طلبهم، لانه بالمبدا ما في ولا كارت الا ما تنفذ بكارت بروموسيون، ولا ايديا الا ما تنفذ بالموجوده. حتى الاصناف الجديده الافكار الجديده بيطلع فيها الديزاينر عن كارت بروموسيون، من الموفينج كارت، من القصص اللاير كارت، كمان امور عديده كمان بتطلع على كارت بروموسيون تعطي كمان فكره جديده غير اللي بنشوفه على جوجل اما على الانترنت يلي الموديلات يلي بنشوفها. كمان بحب اذكر كمان حيلا موتيف اذا بدهم ككادو دو روتور هن عندهم اياه، اما في عندنا اصناف كمان عديده من كادو دو روتور موجوده عن كارت بروموسيون اللي بتستعمل على الويلكم درينك، كمان بيقدروا يشتغلوا فيها، نقدر نطبق لهم بوكس اني بوكس اني ايديا، اما فينا نحفر لهم كمان على الايتم اللي هن بدهم يهدوه للمعزيم على الويلكم درينك كمان. وما ننسى كمان البروبس والولو فريم، عندنا انواع عديده افكار جديده بوكسات موجوده عن كارت بروموسيون. وانا عم شوف قد ايه يعني يكون بيقدر يكون في ميكس بالماتيريال، وهيدي شغله بتميز كل كارت عن الثاني. اكيد يعني بنستعمل كمان الفونتات المعينه، بنستعمل الانواع التذهيب الفولينج امبوسينج على الكارت يلي هن كمان بيعطوه جماليه زايده على الكارت. هون عندنا تكتشر كمان انسايد اوتسايد، لو عم تشتغلي سمبل انفلوب فيها نطبع اني فلاور، فيها نلبسه فلور من جوا كمان، كمان قصص اضافات للكارت تجمل الكارت كمان معه. وهون عم شوف انه صحيح الالوان كثير دارجه، بس كمان الابيض ابيض كمان بعده هو الستاندرد الابيض، يعني اجمالا بيشتغلوا هن العالم بالابيض تما يفوتوا بطريقه ما انه لقى تما انه يحسوا حالهم انه هن غير شيء على العالم، بضلهم بالستاندرد، الستاندرد هو دائما ابيض. واكيد هون مثل ما عم نشوف الفانكي كارت يلي يعني مثل ما عم نشوفه هون كمان بيكون صوره بيفتح ببين صوره ثانيه، اما لاير كارت بنحط معه رز، بنحط معه اني موتيف هيك معين تيعطي جميله للكارت، ساعتها كل صفحه بتخبرك عن مرحله معينه من الودينج. هون التيكت كارت، هون عم نشوف كمان الكرتون يلي فينا كمان نعمل تاتش تبعوله مثل رخام، بيجي الكلام عليه بتشوفيه من بعيد فكرير خام، لا بينما هو بيكون كرتون. هون اكيد عم شوف الويندوز مع الكالك تبعوله يلي كمان مع الشمع الاحمر يلي بنحطه الانيشلز تبعول العرسان على الشمع الاحمر بينختم الكارت بالشمع الاحمر، كمان بيعطيه رونق حسب هن العرسان شو التام تبعولهم، حسب هن وين شو ستيلهم. في عندك عالم بحبوا السيمبل كارت، في عندك عالم بتحب لا بدها دونتيل بدها ريبون، يعني هيدي ما فيها نطلع كاتش صغيره يعني بتغير كل مزبوط. صح، ايديا جديده، وهذا الكارت هو بيعرفك انه نحن وين رايحين بالودينج، شو التام تبعول الودينج، هو لانه اول شيء ببين من الودينج تبعوله من الكارت. نعم، شوف قبل القنينه اللي هي بحد ذاتها انفيتيشن، والدونتيل يلي بيتغير بس بضل يعطي يعني هالإفيه هيك الرومانتيك. مزبوط. هون الباسبورت كارت كمان بنشوفه، ما ننسى كمان كارت بروموسيون يلي هي بتقدم كل سيرفيس طباعه، شو بيحتاج الشخص لطباعه موجوده عن كارت بروموسيون، مش بس ودين كارت، اني ايفنت اني تيكت، حيلا بزنس معين عم ينعمل من باجز من انفلوب من لتر هيد من بروشور من كتالوج،
كمان كلها موجودة. الخط العربي كمان. صح. هون كمان عم تشوف الليزر كارت كمان اللي هن اصناف عديده من انواع الليزر كارتون اللي بينحفر ليزر مع الالوان المتعدده له. هذا بينحفر بكات ايبونسيون؟ نو، هدول كل شيء ليزر كارت بالمبدا بيجي من برا خالص، لانه بس الانجريفي بس الليزر تبعه للكرتون يلي هي بدها كميات كبيره تتنعمل. ما فينا نطبقها على 100 150 كارت. بقى بنضطر نجيب 2000 3000 كارت موجودين بستوك بيكونوا كامل نكمل عليهم الايديا. بينما كل الاصناف يلي عم نشوفها البقوه هي من صناعتها، مثل هذا الكارت مثلا تلبيس وستراسيت تابولو بينعمل بكارت بروموسيون. مشان هيك نحن بنقدر دائما نعدل بالكارت، بنقدر نحط الوان الفاير بدنا الفلاور بدنا هن، اما الوان الكرتون يلي نحن عايزينها، مثل ما عم نشوف البلكسي كارت كمان مع الكفر تبعه اللي هو ملبس جلد بيكون، طلعنا هون من الفلور، طلعنا من الكرتون، صرنا فتنا بالجلد. هون عم نعملها شكل هرم بوكس، بتيجي ودين كارت هي بقلبها بلكسي كارت كمان. هون عم بنعمل ثيك كارت كمان، بنحط له دونتيل من برا. افكار عديده يعني، هي الفكره يلي بيطلعوا فيها العرسان نحن قادرين نطبق لهم اياها. اسامي المعازيم على الكارت كمان عندكم؟ اسامي المعازيم بتيجي دايركت مطبوع على الكارت، يعني بيعطونا العرسان فايل وورد اكسل، ما بدنا نكتب وحتى الاسامي يلي بينسوها البلس بيكونوا بنعملهم مثل ليبل ترانسبيرنت ستيكرز، بتيجي كمان ملزقه على الكارت. هدول كلهم سيرفيس فور فري بيكون. هون عم نشوف الانجريفينج على الخشب مع الراوتينج على الداير كمان، فكره جديده طلعتها كارت بروموسيون. ما ننسى كمان السبليميشن ايتم يلي هن نحن عم نشوفهم هون، الانجريفينج على انواع الكريستال اللي عم نشوفها هون، كمان اي مناسبه بنقدر نطبق لهم مثل سوفينير بيكونوا محفور اكيد للناس الاشخاص اللي عم يكرمون. هون عم نشوف الفوتو بوك يلي هو بيتضمن 12 اوبن بيج، كمان فيهم يبعثوا لنا صور باي واتساب يلي مجمعينهم هن، نقدر نطبق لهم هن ضمن البوم مع البوكس تبعولهم، هيك بضل كمان سوفينير عندهم، وما اذا غيروا تليفون او غيروا كمبيوتر تبعولهم ما بيضيعوا الصور، بضلهم مثل سوفينير بالبيت. وعم تنهدى كثير هيدي العمليه كفوتو بوك للاشخاص، ما عم تاخذ وقت كثير، يعني اباوت 2 دايز 3 دايز بتكون نحن مجهزينها. فادي في كثير مناسبات ثانيه كمان بحاجه لكم فيها نحن، مش بس الاعراس. مزبوط هيدا اللي عم ذكره انا، يعني نحن موجود عندنا كل شيء اسمه وولو فريم، كل شيء فليكس فاينل برينتينج، كل هالانواع موجود، يعني كل شيء يو نيد تو بروموت تو برنت، حتى بروموشنال ايتم كمان اذا حدا بده اقلام ساعات، هالامور كلها كمان موجوده عند كارت اي بروموسيون، مع اليو اس بي مع الباور بانك كمان بتقدر تامنها كارت اي بروموسيون كستمايز، بيكون كلها مطبوعه غير الباتشلر بارتيز كمان يلي باتشلر بارتي اكسسوارز اكيد مع اذا اللي عنده بري ويدنج صح، يلي عنده بري ويدنج عنده فوتوشوت عنده اني ايفنت بيرث داي، في عندنا انواع عديده من الكاسك حتى من الكستمايز تي شيرت من الكستمايز and anything you can print on it بضل مثل سوفينير، بضل انه هذا خاص لهذا الايفنت. هلا في البروم بارتيز كمان، وكل بروم بارتي عندها تيم تبعولها 100%. هيدي ما وجدناها، وفي افكار عديده، وحتى الاشخاص اللي عندهم انواع تي شيرت معينه انا حيلا نوع على بالهم يطبعوا على التي شيرت تبعولهم، نحن بنقدر ننفذ لهم طباعه عليها دايركت. وهون كمان لما بيكون في اعداد كبيره لازم يكون في توصاية من قبل ولا؟ بالمبدا كاعداد كبيره بفضل تتوصى قبل باسبوع ما قبل اسبوعين، بينما يلي عنده 10 قطع 20 قطعه لا بقدر نسلمهم هن بنفس النهار. بنرجع للاعراس، اوقات يمكن ما بيكونوا بلبنان الاشخاص اللي بيجوا بس كمان العرس. مزبوط، عم يقدر كمان اكثر من الاشخاص عم يوصونا هن باي واتساب اما باي ايميل، بيبعتونا يلي شافوه على انستا اما على فيسبوك الموديل المعين اللي هن حابينه، اما اذا هن عندهم موديل بدهم يعملوه كمان بيعطونا الكارت، بنطبق لهم النص تبعولهم، بنسقط لهم عليه، بنعمل لهم ديمو، بنبعتها كمان باي واتساب، بيوافقونا عليها وبننطلق بالكميه بلا ما يشرفونا يعني على الشوروم. هيدي كلها قد ايه بتاخذ وقت؟ بالمبدا ما بتاخذ اكثر من اسبوع تيكون الكارت خالص مخلص، 3 ايام ديزاين و3 ايام للفينشينج تبعه للكارت. دائما في كوليكسيون عم تنعمل جديد يعني على كل موسم؟ دائما في افكار على كل موسم، انا دائما الاشخاص بتفوت على الشوروم ونحن بنساعدهم، بنطور لهم الفكره تبعوله وبنطبق لهم هذا الكارت، طلع موديل جديد يعني كان في منه مثلا على خشب صار في منه على كرتون، اما العكس بالعكس، بقى هي الافكار العديده والاشكال العديده، مشان هيك دائما عندنا صور جديده وكلها موجوده بالشوروم. كلها موجوده بالشوروم صح. اهلا وسهلا فيك فادي شويري، شكرا لك. ميرسي لك، ثانك يو. وقفه هلا وبنرجع بنتابع لايف، خليكم معنا بشوي، بنكون مع تالنتس مع ساره غنتوس.